طيب نكمل بقى باقي اخبارنا النهارده. اصدرت وزاره التعليم العالي فيديو توضيحي للراغبي في التقديم للتنسيق. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضلوا. ازاي تقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصريه؟ التقديم لمكتب التنسيق بيكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني بعد اعلان نتيجه الثانويه العامه ب 72 ساعه. وباستخدام رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على ثمرة النجاح تقدر تسجل في الموقع وتحدد رغباتك في الكليات والمعاهد اللي عاوز تلتحق بيها مع مراعاة الالتزام بالتوزيع الجغرافي. بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات بيتم إعلان نتائج التنسيق، ومن خلال نفس الموقع وباستخدام رقم الجلوس والرقم السري بتقدر تعرف نتيجة التنسيق والكلية اللي تم ترشيحها ليك، وتطبع بطاقة الترشيح وفيها اسم كليتك. الرقم السري الخاص بيك بيضمن سرية المعلومات، وتقدر باستخدامه تعدل رغباتك طول فترة التسجيل. التنسيق الثانوية العامة بيكون على 3 مراحل، المرحلة الأولى بعد نتيجة الثانوية العامة، والمرحلة الثانية فور انتهاء المرحلة الأولى. بعد كده بيتم إعلان مرحلة تقليل الاغتراب، ومن خلالها بيقدر الطالب يحول من كلية خارج منطقته الجغرافية ألف إلى كلية داخل منطقته الجغرافية ألف بهدف تقليل نسب الاغتراب. والتحويل بيكون نوعين، التحويل المناظر بمعنى إن الطالب يحول من كلية خارج المنطقة الجغرافية ألف إلى نفس الكلية داخل المنطقة الجغرافية ألف، أو تحويل غير مناظر ومن خلاله بيحول الطالب من كلية خارج المنطقة الجغرافية ألف إلى كلية أخرى داخل المنطقة الجغرافية ألف ومع مراعاة القواعد المنظمة. التحويل بيكون في حدود النسبة المقررة لبرنامج تقليل الاغتراب، وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة داخل منطقتك الجغرافية ألف بيتم التحويل للكلية صاحبة الحد الأدنى الأقل. بعد مرحلة تقليل الاغتراب بتكون المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق، وبيقدم فيها باقي الطلاب من المرحلتين الأولى والثانية والناجحين في الدور الثاني. وبعدها بيتم الإعلان عن مرحلة تقليل الاغتراب بنفس الشروط والأحكام اللي تمت في المرحلتين الأولى والثانية. بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب بيتم إرسال الكشوف النهائية للكليات والمعاهد، وتكون النتائج نهائية بحيث لا يمكن للطالب الرجوع للترشيح الأول. بعض الكليات بتتطلب اختبار قدرات خاصة بيها، وده بيكون في الفترة بين انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة، وتقدر تحجز الامتحان من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وبيتحدد لك ميعاد امتحان خاص بيك. أما بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية فالتنسيق بيكون مرحلة واحدة بيتم الإعلان عنها بعد ظهور النتيجة، وبيتم التسجيل بنفس الخطوات السابقة مع مراعاة إن بعض الكليات بتستلزم اختبارات قدرات بيتم التسجيل فيها من خلال الموقع. كمان بيتم تطبيق مرحلة تقليل الاغتراب وفقاً للقواعد والقرارات المنظمة في هذا الشأن. لمعلومات أكثر تقدر تدخل على موقع التنسيق الإلكتروني وتطلع على دليل الطالب. في حال حدوث أي مشكلة خلال عملية تسجيل الرغبات يمكن الاتصال على رقم مكتب التنسيق 19468. طيب طبعا الفيديو ده هيكون موجود على صفحتنا على فيسبوك، صفحة برنامج صوت الناس بالعربي أو صفحة قناة المحور الرئيسية، هتلاقوا الفيديو ده لو حابين ان انتوا تشوفوه تاني. طيب